مرحبا، حلقة جديدة اليوم من برنامج أجندا منعرفكن من خلالها على أبرز النشاطات اللي عم بتصير بلبنان والعالم. ومنبدأ وتكريما للأم العربية ودعما للجمعية اللبنانية للتوحد، أقامت مجلة سيدتي برانش بأوتيل لانكاستر بلازا وتحديدا بمطعم برايم 18. الحفل يلي حمل عنوان سوبر مام وضم عدد كبير من الوجوه الإعلامية من سيدات المجتمع والإعلاميات يلي أثنوا على دور المرأة، وتميز الحفل أيضا كونه ركز على نصائح إيجابية بعالم الموضة ويومياتنا يلي بتعطي كتير من الثقة والإيجابية للمرأة. أقامت مجلة سيدتي وتكريماً لعيد الأم ودعماً للجمعية اللبنانية للتوحد برانش بفندق لانكاستر بلازا وتحديداً بمطعم برايم 18، حيث جمعت هالمناسبة عدد كبير من الأمهات يلي استمتعوا بالأجواء، والأبرز دعم الجمعية اللبنانية للتوحد. المناسبة هي الاحتفال أكيد بعيد الأم. سيدتي كل سنة بتحب تعمل هذا اللقاء اللي بيجمع عدة أمهات من مختلف المجالات، اجتماعية، فنية، إعلامية. الهدف هو طبعا تكريم الأم، ولكن هالسنة التكريم له معنى لأنه هاللقاء بيعود ريعه لجمعية الجمعية اللبنانية للتوحد. يعني أنا أول شيء بدي أشكر مجلة سيدتي لأنه اخترت الجمعية اللبنانية للأوتيزم التوحد أنه يكون تعمل تنظم هالبرانش اليوم، يكون ريع على الجمعية. نحن بتعرفي نحن أهل أولادنا عندهم أوتزم، وأسسنا هالجمعية لحتى نخدم أولادنا وغير أولاد، والحالة التوحد بعدها مش كتير معروفة بلبنان، فنحن بحاجة للدعم المعنوي من خلال الإعلام، إن كان من الفيوتشر أو من مجلة سيدتي، يلي هيدا بده يخلينا يصير في نشر للوعي أكتر. أكيد يعني احتفال بعيد الأم أو بيوم المرأة أو بكل هالأشياء ما بتتصر بس بنهار واحد أو بشهر واحد، لازم نضلنا نفكر فيها كل السنة. أكيد هذا الشيء منيح أنه مخصصين نهار لنرجع نتذكر، بس أنه بركز على هالشغلة أنه لازم كل السنة واحد يفكر بأمه وبالمرأة كمرأة، يعني كدورة بالمجتمع، كأهميتها كهالإنسانة يلي يمكن بتعرف بكل معنى الكلمة شو معنى العطاء، معنى الأمومة، معنى المحبة، معنى التضحية. بتعرفي هي المناسبة قبل كانت تعنيني لأنه بعيد فيها أمي، بس هلا بما انه انا كمان صرت ام، صار عندي ولدين، يعني بحس صار عندها خصوصيه اكثر هالمناسبه. يعني بحس تجربه كثير حلوه الامومه، وضروري نحتفي بهيدا النهار. وبحس الخطوه اللي عم تقوم فيها مجلة سيدتي اليوم كمان مع الجمعيه اللبنانيه للتوحد هي كمان خطوه قويه وبتدعم اكثر اذا بدك رساله الامومه. أول شيء خليني عيد الكل قبل ما ننسى، عيد الأم، الربيع، الطقس الحلو اللي اليوم مبلش هيك بيعطي معنويات كتير عالية. إيه طبعاً بدي أقوله أنه يعني لبنان من سنين طويلة اعتمد كتير على الجمعيات، التطوع، الأعمال الخيرية كلها صارت موجودة بوقت يمكن تعودنا فيه من وقت الحرب، وقت اللي كانوا الكل يشتغلوا هيك، انما هالجمعيات اكيد ما فيها تبقى لحالها. صراحه اليوم رح نحكي اول شيء عن هذا الايفنت يلي نحن عم نعمله بالتعاون مع مجله سيدتي. حب فندق لانكاستر بلازا بيروت انه يستضيف هذا الايفنت اليوم يلي هو بيروح ريعه للاطفال التوحد بالتعاون مع كمان مع جمعيه التوحد، الجمعيه اللبنانيه للتوحد. نحن اليوم حبينا بمناسبه عيد الام نكون كمان بلفته انسانيه مع الاطفال يلي عندهم توحد بلبنان، نقدر نقدم شيء ولو بسيط بالتعاون مع جمعيه مع مجله سيدتي اللي هي كثير اهتمت بهذا الموضوع. حبوا سيدتي ان يكون عم شارك اليوم، عم تعطي لكل الامهات الموجودين حافز وطاقه ايجابيه، لقال لهم انه هن كثير حلوين، لقال لهم انه لازم يحبوا كثير حالهم، لقال لهم كمان انه ليعرفوا يحبوا اولادهم كثير لازم يهتموا بحالهم، ما لازم ابدا ينسوا حالهم، ولازم دائما يعني اذا منوصل للام الفكر الايجابي انا مأكد انه العائله كلها بتتغير. ليكي زينه، المراه كثير مهمه بالكون، المراه كثير مهمه، ولازم نحن ندعمها، يعني ولازم ندعمها ولازم نفرجيها قديش هي حلوه،
وقديش هي مهمة ولازم. بعرف انه يمكن بعض الرجال بغنجوا المرأة بيفكروا انه اذا جبت لها كادو يعني رضيتها، لا، بهمها تسمع كلام حلو عنها، بهمها كمان تسمع قديش الرجل بيقدرها، هيدي مهمة اليوم. منكمل أجندة مع معرض للفنانة لينا يونس طليع بجاليري أسفي بصيفي فيليج يلي حمل عنوان Peace of Life. المعرض يلي ضم 34 لوحة بيصور مدن وأماكن من لبنان والعالم، هونغ كونغ، ميامي، شيكاغو، البحرين، بودروم وغيرهم، وطبعا بألوان بتضج بالحياة. قدمت الفنانة اللبنانية المميزة لينا يونس طليع آخر أعمالها من خلال معرض أقيم بأسفي جاليري بصيفي فيليج. هالمعرض يلي كان تحت عنوان Peace of Life عبرت من خلاله الفنانة بريشتا وبألوان مختلفة ومتعددة عن مدن زارتها وحبتها. هاي المجموعة صار لي 5 سنين بشتغل فيها ومن مراحل معينة، في عندك مناظر أو محلات ومحطات هي أساساً رمز الحركة والحياة والتطور، وبنتيجة اللون وال يعني كثير مركزة على مناطق معينة مسافرة علي رايحة عليها وزيرتها والحركة بهالمناطق هذه. هلا في مراحل طبعاً أنا لبنانية والمناظر اللبنانية ما بقدر تخلى عنها، ففي شق معين من هالمعرض عن لوحات مناظر لبنانية بإطار معين وبتركيبة معينة خاصة فيي. وأحداث كتيرة عم بتصير ببيروت، خليكن معنا لتتابعوها بعد الإعلان.